بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا أباهم عشاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه بدم
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة لا بل قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا له ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم.